إلى ذلك أشارت الأرقام المعلنة عنها من طرف وزارة الدفاع الوطني كآخر حاصلة لسنة 2015 في التصدي لظاهرة الهجرة السرية للشباب الجزائري، والتي عرفت ارتفاعا كبيرا مما يعطي مؤشرا خطيرا لإقبال الشباب في المخاطرة في الهجرة إلى أوروبا عبر قوارب الموت. أحمد بوتوف. أرقام مخيفة كشفت عنها العمليات الميدانية للجيش الوطني وقوات خفر السواحل في مجال إحباط عمليات الهجرة السرية، والتي أبانت عن تضاعف تعداد الموقوفين بعدة نقاط على الشريط الساحلي لشباب كانوا يرغبون في الوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط عبر قوارب الموت. هذه المشاهد والتي باتت تتكرر بشكل مخيف لقوافل الحراقة الجزائريين نحو إيطاليا وإسبانيا، أهم الوجهات التي تستقطب الطامحين في الهجرة والاستقرار بأوروبا، والتي تنتهي أغلبيتها بطريقة مأساوية. عوامل اجتماعية واقتصادية عدة غالبا ما تكون الدافع الرئيسي لاختيار الشباب قوارب الموت، رغم تغير عدة معطيات بأوروبا خاصة في الشق الأمني. عودة رحلات الحراقة التي تديرها شبكات منظمة لها امتداد دولي تستدعي تحرك على أكثر من صعيد لوضع حد لهذه الظاهرة.